أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن لئن